في بعض الأحيان قد تضطر إلى فك مزود الطاقة من مكانه لتتمكن من فحص بعض الأجزاء على اللوحة الأم، أو لتقوم باستبداله بمزود طاقة آخر. غالبا يتم تثبيت المزود في هيكل الحافظة باستخدام 4 براغي، وكل ما عليك فعله هو فك هذه البراغي 4 لفصل المزود عن الحافظة. قبل أن تبدأ في فك المزود، تأكد بأنه غير موصول بالكهرباء لتفادي خطر الصعقة الكهربائية. في هذه الحافظة المزود مثبت ب4 براغي، راقب كيفية فصله عن الحافظة.